ما في الا من 40 بيت وفوق. ايوه احلى شيء. بس نبي ناقص انت واحده متاكد. واحده وعن خمس. 40 بيت؟ كان هذا الهدي اللتر حقته. لا لا بعلمكم. هذا طارت اعماركم عبد الله بن عون. ونعم. نعم. يقول شاعتني علوم الصيف ورقلت للمسناد. ناد. ولا عاد يعدل واحد انطاف حين شبله. ابله. ابي عبله تنضافي عليها تسمى السجاد ديار النيرود عدود ها من يحب ابله ابله ولا عاد لي من يوم سال الشفا مقعاد عتيبي وداري فوق ونحيتي قبله ما دام هو كذلي سيل وادي قليب عناد انا ويش يحرمني شفا نجده والعبله بتبع هوا وضحا تحط البيد اسناد لها غير زين طبوعها خدها وقبله لي سمعة الحادي نده ندهة الميراد تقود أول الزعجول الأول وتقرب لها بيها ترفع فوق عن ساخنا الأنفاد وتجي فيه فياح كل مصلاح يطرب له أنا في الديار الطامنة في تعب وجهاد على كثر مرعاها مداخيلها خبله عسى يساقيها المطر ديرة الأجواد ولا بيها لو أن تمامها ينقلب ربله. الله الله. دقيقة رد من جدلان قال شعت لي قصيدة شاعر عذب القصاد وما حد يستلذ السالفة لين تنسب له الله أكبر علومك يا ابو نايف قراح على الاتباد لكن تجرح قلوبهم مع الوضحة من هبله مواليف وضحا تسنها وضح بن عباد لا شافها رعد بش طيرت شبله تواغض مع الريضان كانها خيام اسياد لو انها بعيد مبادي الرجم تقرب له وحما مغاتير مقاديم هاش الراد هريب السحاب اللي تواليه من سبل الله الله قبلها ليا من المنارة سناها زاد قبل الأشهب المرشوش لفضة واصطبلة عنقا مارقة نسلوس سدوها من قاد مع طول خدتها خرطيم ها سبلة شناح طفوح شبلها دايما خداد لو انها مع ذود بن عمي خذيت ابله مع طول خدتها خرطيم ها سبلة شناح طفوح شبلها دائما خداد لو انها مع ذود بن عمي خذيت ابله لضاقه براعيها الوسيعه بكل بلاد يحوم وكبده معها للمدن من دبله لم انه نطحها عصر ولا هجد مهجاد اللي شافته قامت ترازم ترحب له هذه تنطحه تبغى تقبله جد اعماد وهذه تنهى بشباغه وهذيك تلعب له والله ما يهني من حكم عاصمه بغداد الا اللي مزامير الفخر تضرب الطبله.